وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإنشاء 100 مدرسة على أن يتم الانتهاء منها خلال عام من الآن. وأضاف الرئيس السيسي أنه سيتم تمويل جزء من 100 مدرسة من صندوق تحيا مصر. إذا كانت الأراضي موجودة يا دكتور وجاهزين ان احنا وانتوا اخترتوها طبقا يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع السكاني والكلام اللي بيتحط في الدراسه بتاعتكم، نتكلم ان احنا نبدا في 100 مدرسه دول. احنا في شهر 10 نقول ان شاء الله يعني بامر الله سبحانه وتعالى نقدر خلال سنه ال 100 مدرسه دول يخشوا. شكرا في خمط يعني شكرا احنا جزيلا. احنا بنبدا وكده. طب انا عشان الدكتور مصطفى ما اضغطش عليه زياده عن اللزوم، برضه هنحط رقم معتبر من تحيا مصر دكتور مصطفى كصندوق يمول جزء من ال 100 مدرسه دول.